الفيديو راح نتناول إدراج صورة البيكتشر. تعد الصورة أحد العناصر الأساسية في العرض التقديمي الذي لا يكاد يخلو منها أي عرض مهما كانت بساطته. العرض التقديمي الذي يخلو من الصور يسمى بالعرض الصامت. أما خطوات إدراج صورة فراح ننتقل بها للتطبيق العملي. إحنا أخذنا سوينا برزنتيشن بسيط عبارة عن مجموعة من الشرائح بها مجموعة من الصور. الطريقة السابقة طبعاً سرح سوى نيو سلايد. الطريقة السابقة اللي استخدمناها أنه من تخطيط الشريحة أكو إدراج وأكو هنا صورة، قلنا هنا بيكتشر أو صورة موجودة مخزونة عندي على الحاسبة، هنا أنا ممكن أسويها لا أونلاين، يعني أسوي بحث بالنت ويمكنني أنه أوصل إلى صورة. يعني فرضاً هنا أنا أكتب زهرة، هنا المفروض يطلع لي خيارات بحث مجموعة من الزهور بالضبط. هاي هنا فرضا أقدر أسوي له إدراج. هذه طريقة إذا كانت أونلاين، وأخذنا إذا كانت لا عندي على الحاسبة صورة على الحاسبة. خلينا نختار فرضا هنا هاي طريقة لإدراج الصور. بس الطريقة اللي هسه دي يتحدث عنها الخطوة مال الكتاب، انه انا اروح هوم نيو سلايد انسرت، هنا أنا انسرت ما راح اخذ هذا التخطيط، راح اسوي للسلايد مالتي اسويها بلانك انه هي فارغة. فعندي شريحة فارغة اريد ادرج بها صورة، راح اسوي انسرت بيكتشر وراح اختار صورة اني خازنتها عندي بالحاسبة. هاي فرضا صورة، شوف ألاحظ إنه أنا من أحط الصورة تظهر لي هنا تنسيقات للصورة، أقدر أختارها. نختار فرضا هذا التنسيق ونقدر نكتب يمه عزلة. وحتى ناخذ مثال عن العرض الصامت، عندنا هذا العرض التقديمي. عرض تقديمي يتحدث عن خطوات نحو النجاح الدراسي. لما أسوي له شو راح نلاحظ إنه العرض التقديمي هنا ما في أي صورة. طبعا البرزنتيشن طويل، فأنا بس لأراويكم الشرائح بالبداية. وهذا كان درسنا عن إدراج الصور.